أهلا بكم في سلسلة حلقات كينغستون الاستطلاعية عن النظام الفيدرالي. ألقى هذه المحاضرات أبرز أخصائيي الفيدرالية ضمن مؤتمر كينغستون في مقاطعة أونتاريو كندا أوائل عام 2006. يشكل هذا المؤتمر جزءا من دورة تعليمية قام بها أعضاء مجلس النواب العراقي وآخرون من المشاركين في صياغة الدستور العراقي. بالرغم من الاستناد على أمثلة من العراق، فإن هذه الندوات تلقي نظرة شاملة وتعالج عدة قضايا ذات طابع عالمي في دراسة وتطبيق الفيدرالية. تعنى هذه الحلقة بالترتيبات المالية بين الحكومات داخل الاتحاد الفيدرالي، وخاصة بما يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية. حيوية الولايات العراقية ستعتمد على قدرة الأقاليم والحكومة المركزية على التعاون معا بشكل عملي لضمان أن إنتاج الثروة سيزيد من رفاهية. But it's not unique to Iraq that this is an important issue because in virtually all federations. أن غالبا معظم الفيدراليات على الأقل ضمن تجربتي الخاصة هنالك مشاركة في الموارد الطبيعية، وهذه المشاركة مهمة جدا لعدة أسباب. أولا أن هذه الموارد الطبيعية تحدد وتقرر مدى قدرة كل مستوى حكومي على القيام بواجباتها، وبالتالي تحدد مستوى التشريعات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والتعاون فيما بينهم يحدد ما يستطيع كل مستوى من الحكم على القيام به. أيضا القدرة على سن التشريعات للضرائب أيضا مهم لأنه يحدد الاقتصاد وتطوير الاقتصاد. أيضا الترتيبات المالية هي إحدى الوسائل لتحقيق الليونة والمرونة ضمن الفيدرالية، لأنه التعديلات في الأحوال المالية وفي الشؤون المالية هي التي تحدد التطور في النظام الفيدرالي. لدينا صباح اليوم اثنان من المتحدثين الخبراء. الأول هو السيد احتشام أحمد، والآراء التي أعرضها الآن ليست آراء صندوق النقد الدولي، هو مجرد تعبير عن وجهة نظري على خلفية خبرتي في صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالأوضاع المالية في العراق. كخلفية لموضوع تطوير ومراقبة الموارد الطبيعية في العراق، في المادة 111 من الدستور تشير إلى أن الموارد الطبيعية في العراق هي ملك للشعب العراقي، وهنالك طبعا تفريق ما بين المصادر النفطية القائمة حاليا والمصادر النفطية الجديدة التي سيتم اكتشافها. وطبعا هنالك معلومات تتوافر لدينا من خبرتنا عن هذا الموضوع، ولكن في العراق أيضا هنالك مشكلة البنية التحتية، فهنالك طبعا أيضا ديون هائلة على العراق، وهناك أيضا حدود معينة وقيود معينة على موضوع الإدارة المتوفرة لهذه الموارد الطبيعية. وبالتالي ضمن أي إطار من السياسة من الضروري أن ننظر إلى الإطار الكبير للاقتصاد الكبير، وأن نتطلع إلى الحوافز من حيث توفير المساواة بين مختلف المقاطعات، وهذا حسب المادة 111 كما يفرضه الدستور. كما أيضا هنالك موضوع الشفافية لضمان نظام الحكم الوحيد، والشفافية طبعا هي موضوع أساسي في أي نظام حكم، حيث يجب أن يعرف كل واحد له علاقة في إدارة الحكم بما يجري في مختلف مستويات الحكم والمقاطعات. فهذا هو الإطار العام. أيضا في موضوع الموارد الطبيعية التي تتركز في أماكن مختلفة من البلد، ربما تكون هنالك في مناطق قليلة عدد السكان،
وهذا بالتالي يمكن أن يؤدي إلى فوارق في من حيث الموارد وتوزيع الموارد. السؤال الأساسي هو الاختلافات في الأسعار الدولية للموارد الطبيعية وأيضا كمية البترول أو النفط الذي يتم إنتاجه وتصدير البترول. فهذه هي الأشياء الأساسية التي سأركز عليها. الاختلافات في الإيرادات المتوقعة وموضوع الشفافية. فأعتقد أن المشرعين يهتموا بهذه المواضيع أساساً. سأتحدث عن الأساليب المتبعة في المشاركة في الإيرادات من النفط وكيف يمكن تحقيق هذا وماذا تعني الأرقام، ما هي المعلومات التي تعطيها لنا الأرقام وكيف يمكن تحقيق الشفافية والمساواة في توزيع موارد الثروات الطبيعية. موضوع التوزيع في الثروات الطبيعية سيتحدث بها السيد روبن فيما بعد، ولكن بشكل عام هي تعني كيف يمكن توزيع الموارد مع الشفافية، وهذا بالتالي يعطينا فكرة عن نظام توزيع الموارد بشكل عام. ما هي الوسائل التي يمكن استعمالها لجمع الموارد الطبيعية؟ الأساليب أو الآليات المستعملة ممكن عن طريق تأجير حقوق استخراج النفط أو حقوق الحكومة في هذه المشاريع أو المشاركة في عملية الإنتاج أو الضرائب وحقوق الملكية. أفضل استراتيجية يمكن تتبعها الحكومة تعتمد على درجة تجنب الأخطار في البلد، إلى أي مدى الخطر متوفر، كيف يمكنك الحصول على الأموال وكيف يمكنك ضمان سلامة هذه الأموال. وبالتالي عندما تتحدث عن المشاركة في الموارد الطبيعية لا يقتصر حديثك عن سياسة واحدة فقط ولكن عن عدد من السياسات. هنالك عدة أساليب وبالتالي هذه الأساليب يمكن أن يكون لها عدة ترتيبات أو تأثير، عدة نتائج. النقطة الأولى إذن أن هنالك خليط من السياسات من حيث الإنتاج والضرائب، أنواع مختلفة من الضرائب وحقوق الملكية، وهذه لها تأثيرات مختلفة على مدى قصير أو مدى طويل. بعض هذه الضرائب قد تكون على عدة مستويات من الحكومة، المستوى الفيدرالي والمستوى الإقليمي. هنالك طبعا رسوم الملكية ممكن أن تكون بالبرميل الواحد أو ممكن أن تكون بالإنتاج العام كل سنة. أيضا يمكن هنالك تأجير عملية استثمار الموارد أو تأجير الموارد. فعندما ننظر في كيف يمكن التعامل مع هذه الآليات المختلفة على مستويات مختلفة من الحكم، يمكن أن يكون هنالك فصل في الضرائب حيث يكون هنالك ضرائب فيدرالية مثلا وضرائب إقليمية، أو يمكن أن يكون هنالك مشاركة في الضرائب، يمكن أن تشارك في الإيرادات، ويمكن أن يكون هنالك عملية نقل للموارد عن طريق الحكومة المركزية إلى الأقاليم. ولكل من هذه الأساليب طبعا تأثيراته الخاصة ونتائجه الخاصة. فإذا نظرنا إلى الناحية العملية في مختلف أنحاء العالم، نجد مثلا في الدول القائمة على حكومة مركزية وحدية هنالك الحكومة المركزية كما كان الحال في العراق، أيضا الحكومة المركزية تتولى الشؤون المالية والموارد مع بعض المشاركة من المقاطعات. أيضا في كولومبيا، في الحكومات الفيدرالية مثل كندا والولايات المتحدة هنالك مشاركة على جميع المستويات في الموارد الثروات الطبيعية، وهذا موضوع ربما نعود إليه في مع المتحدث التالي في هذه الندوة. أيضا في إندونيسيا هنالك مشكلات تتعلق بالمشاركة في إيرادات الثروات الطبيعية
وربما تكون مشابهة للتجربة في العراق، وخاصة فيما يتعلق بنظرية الاقتصاد السياسي التي تتناول موضوع المشاركة في الموارد الطبيعية. كندا لها أيضا تجربة في هذا المجال. فيما يتعلق بالمشاركة في موارد النفط، هنالك في نيجيريا وإندونيسيا والسودان، هذه الدول تنظر في مسألة المشاركة في موارد النفط كوسيلة للمحافظة على الدولة في وحدة واحدة. فالأمر هو أن يمكنك أن تعطي المناطق التي تصدر أو لديها ثروات النفط جزء من الموارد أو جزء من الثروات كمحاولة للاحتفاظ بهم ضمن الفيدرالية، وأيضا مشاركة الثروات للأقاليم الأخرى. وهذا طبعا جزء من النظرية السياسية الاقتصادية التي تنتمي إليها الدولة. من ناحية التطبيق العملي، هو أن موارد النفط يتم إدارتها مركزيا، ولكن يتم إعادة توزيعها على الأقاليم المختلفة بما فيها الأقاليم المنتجة لهذه الثروات أو المنتجة للنفط. وأحيانا يكون التوزيع عادل، وهذه طريقة سهلة في جمع الموارد من الحكومة المركزية وإعادة توزيعها على الأقاليم المختلفة، وسيلة سهلة لإدارة أيضا الموارد المالية. وبالتالي فإن أي خطة من هذا النوع يجب أن تكون أيضا خطة عادلة وتتسم بالمساواة من في ناحية توزيع الموارد، بحيث يكون هنالك توزيع عادل. ولكن هنالك بعض النواحي السلبية، وذلك من حيث ضمان العدالة في توزيع موارد النفط. هنالك أيضا التغير المستمر في أسعار النفط، وبالتالي في مستويات الإنتاج. فهنالك بالتالي صعوبة لتحديد مدى حصة كل إقليم ستكون في هذه الموارد. فإندونيسيا مثلا النظام فيها يعمل تقريبا كأنه نظام فيدرالي، ولكن في سنة 2001 قررت إندونيسيا مشاركة مواردها الطبيعية ما بين الأقاليم المختلفة والأقاليم المنتجة للنفط. ففي البداية بدأوا بنسبة 25% من الموارد يتم مشاركتها مع بقية الأقاليم، وبعد ذلك أعيدت صياغة هذه النسبة ما بين الغاز والنفط المنتج في المناطق البحرية، ثم المناطق الغاز والمنتج داخل إندونيسيا. وبالتالي كان هنالك تحديد مختلف للمسافة داخل البحر التي يمكن أن يتم استخراج النفط فيها ومشاركتها مع الأقاليم المختلفة، ما بين نسبة 25% إلى 35% أو 25 ميل في البحر وغير ذلك. فبالتالي في إندونيسيا وفي نيجيريا ممكن أن تكون هنالك صعوبة في تحديد نسبة المشاركة في الموارد النفطية أو موارد الغاز وغيرها من الموارد الطبيعية. ولكن من الصعب أن يتم حل هذه القضايا بسهولة. ولكن في الحالة النيجيرية بعد الحرب الأهلية، تذكروا أنه كان لديهم حرب حوب بسبب الموارد الطبيعية، وقد اتفقوا على تبادلها والاشتراك فيها من خلال الحكومة العسكرية. ولكن كما تعرفون فإن في نيجيريا الإنتاج البترول غير كافي لعدة أسباب. هناك بعض التدمير البيئي بسبب إنتاج النفط هناك، وبالطبع فالمناطق التي تنتج النفط لا تحصل على قدر كافي منها. وإذا تتبعتم الصحف خلال الأسابيع والشهور الماضية تجدوا أن هناك ما يهدد تدفق النفط في نيجيريا في بعض المناطق. ولهذا هل لديكم بالفعل نسبة يمكن للعاملين الاتفاق عليها وعلى تخصيصها؟ بالطبع إن التبادل والمشاركة تخلق مشكلة أخرى عندما تخفض الأسعار، فإن عملية التقسيم أيضا تقل بالتبعية، وهذا يؤدي إلى قلة الإنفاق بما يقل عن متفق عليه،
وهذا يؤثر على أسس التعليم ما يتوفر للتعليم وللصحة وغيرها نتيجة لأسعار النفط. وقد يكون هناك كسور أيضا في عند ارتفاع الأسعار، ففي بعض المناطق في إندونيسيا مثلا حدث بها بعض الانفاق حدثت بعض المشكلات بسبب ارتفاع الأسعار. هناك صعوبات أخرى بسبب تبادل الإيرادات، ولكن خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 المشكلة كبيرة. ويمكنكم أن تفكروا أو في تجنب بعض هذه المشكلات كما ذكرت. يمكنكم فرض بعض الضرائب على الحكومات الفرعية أو الإقليمية لأن مسؤولياتهم الإنفاقية تعتبر ثابتة. يمكنكم أن تفكروا في إعطاء أو في فرض ضرائب محددة ثابتة على الحكومات الإقليمية، فالحكومات الإقليمية يمكن الاعتماد عليها في ذلك. يمكن أيضا إقامة نظام عادل به نوع من المساواة، ويمكنكم وضعه بطرق وأساليب مختلفة مع وضع إذا كنتم تريدون وضع الإيرادات النفطية في الاعتبار أم لا، ولكن هذه قضية كبيرة في العديد من الدول. يمكنكم أن تقوموا بالربط بين الضرائب والاحتياجات الإنفاقية وبين الخسائر البيئية. وهناك جدل حول لماذا لا يتم إنشاء صندوق للحكومات الإقليمية ليقوم بتوزيع المال بينهم، وهو أمر مقترح في العراق من قبل بعض الاقتصاديين لحل الكثير من المشكلات والبلبلة. وهذا أمر مجرد اقتراح للعراق، وقد تم اقتراحه أيضا في نيجيريا، ولكن له بعض الانتكاسات أو السلبيات لأنه في بلد مثل العراق فإن توزيع الإيرادات والأصول سيعني تقسيم إيرادات البترول وتشتيتها، وهو قد يؤدي إلى كارثة في الإنفاق العام. وبمعرفتنا بتقلب ومحدودية الإيرادات فقد يؤدي هذا إلى نوع من الانهيار في الاستثمارات والإنفاق العام. خاصة لأن العراق له ظروف خاصة وقد لا يستطيع الوفاء بالاحتياجات الاستثمارية للإنفاق العام بسبب الاحتياجات الكثيرة من البنية التحتية، كما أنه يصعب وضع مستهدف محدد وإدارة هذا تكاليف هذا الاستهداف. فإنكم تحاولون حل مشكلات الحكم ولكن لا يمكنكم تجنبها في كافة الأوقات، ومنها مشكلة المال، فقد تخلق المزيد من المشكلات، قد تحدث مشكلة في الموازنة، وهذا نحتاج إلى سنوات لحل المشكلات الخاصة بالإيرادات حتى يستفيد منها الشعب العراقي. ولهذا إنني أتساءل إذا كان الحل هو إيجاد صندوق نفطي على مستوى الحكومات الإقليمية، وإذا كان هذا حل ناجح قابل للتنفيذ. الآن كيف يمكننا ضمان الشفافية؟ هناك عدة دول على الوثيقة الخاصة بهذا البرنامج سيستفيد منها كثيرا، وهناك بعض الممارسات المعيارية لإدارة الصناديق العامة، منها أنه يتم تقنين الإيرادات من خلال قنوات واضحة. فيعرف الجميع ما هو مقدار المال المدخل للحكومة، ويتم هذا وسيقول ذلك يتحدث هذا بالتفصيل عنه روبن. وهناك معيار المساواة أيضا، كما يمكن هنا وجود أيضا صندوق للاستقرار حيث يتم إيداع الأموال الزائدة في هذا الصندوق، ولكن يجب معرفة بالضبط المدخلات من المال
لا يمكن الانفاق من خارج الميزانية بشكل مفتوح، وهذه أيضا مشكلة أخرى لأنه لا يمكن وهامة أنه لا يمكن الانفاق من صندوق الاستقرار. الوضع ليس هكذا حاليا في العراق، لكنه في بعض الدول التي يمكن أن نناقشها فيما بعد. ولكن لتحقيق الشفافية فإن كافة الأموال التي يتم إدخالها للحكومة يجب تسجيلها، ويجب أن يتم الإنفاق من خلال البرلمان ومن خلال الحكومات الإقليمية، ولا يجب الإنفاق دون وجود أي ترخيص أو تصريح بذلك. فهذه هذا معيار هام لضمان جودة الحكم وحسن الإدارة. وقد استطاع وضع صندوق النقد الدولي بعض المعايير للشفافية، وهناك عقوبات يمكن فرضها عند سوء إدارة الإيرادات، وهذا يخضع إلى العقاب. وللقيام بذلك يجب يعني يكون هناك تصنيف جيد للموازنة، وهذا أمر يجب مناقشته مع السلطات العراقية، وقد ناقشناه لعدة سنوات لوضع تصنيفات مناسبة للميزانية ومراقبة هذه التصنيفات الخاصة بالإنفاق، ولكن هذا لم يحدث في الماضي. ولهذا نريد أن نضمن أن كافة الإنفاقات الحكومية تسير من خلال قنوات معينة، ولا يتم إنفاق المال وما يتم التبرع به بشكل غير معروف وبشكل غامض. كما أنه من الضرور أن يتم تسجيل كافة الأموال الممنوحة، ولا يتم وضعها في قنوات منفصلة لا يعرف الشعب عنها شيء. إن الإنفاق لا يتعارض مع اللامركزية في هذه الحالة، لأن كل حكومة مركزية يمكن أن يكون لها حسابات وميزانية خاصة، ويمكن أن يكون لها مجلس يناقش هذه الميزانية إذا أراد شعب هذه المنطقة ذلك. فإذا وكما يتم يجب هناك تقارير عامة معلنة على مستوى الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية حول الإيرادات والنفقات، ويجب أن يكون لديكم تقارير وآليات خاصة بمراجعة الحسابات. القضية الهامة هنا هو تصنيف كل ما يتم إدخاله أو ما يتم إنفاقه وتقسيمه. ولكن عندما ننظر ونناقش في حالة العراق هذه الأمور، فنجد أنها لا تزال غير واضحة. إنها ليست مشكلة فنية فقط، وإنما هناك مشكلات أخرى خاصة في فاعلية وضع السياسات هناك. وكما قلت، يمكنكم امتلاك صندوق للاستقرار ووضع ذلك في القانون المالي الخاص بالترتيبات المالية العراقية. إن هذا لم يحدث بعد، ولكن وأعتقد أن المعايير يجب أن تضع هذا بما يختص بكافة الأموال الداخلة في الميزانية، بحيث يتم فرض ذلك قبل أن نتكلم أو نتحدث عن صندوق للاستقرار. ولكن دعوني أتحدث عن الخيارات الخاصة بالسياسات قبل أن ينتهي الوقت المخصص لي. أولاً، إن الدستور يجب أن يتحدث عن الإيرادات النفطية من خلال صندوق مركزي.